والله يا عم مخليه لازم التعب ده كله. يا عم ما تقولش كده، من شويه فاكهه للعيال. ربنا يزيدك يا حبيبي ويبارك لك. المهم ارتحت انك خلصت مشوار البتاع دي؟ انا هتعب في ايه؟ صفقه كسبانه زي اي صفقه بعملها. رغيف عيش وبناكل منه كلنا نصر. انا ولاد ابو الهنا والاثنين اللي شاغلين البيت. اه والنبي الاثنين الغلابه دول. احنا كلنا غلابه نصر. وانا يعني اتولدت في بقي معلقه ذهب؟ الناس مش عارفه مصلحتها نصر. واللي ما عرفش مصلحته نعرفها له. ماشي. المهم انت بس خلي بالك عشان بليغ ممكن يوقف المراكب السايره في دقيقه. انا ليه كده؟ احنا مش احترمناه وخدنا مباركته؟ ولا انت كنت تقول لي اي كلام الصبح؟ انا هعمل كده برضو قسما بالله اللي قالهولي وقلته لك بالظبط. بس انا قلبي مش مطمن. امال في ايه؟ بليغ بيقول لك ايه من ورا ظهري يا نصر؟ اللي بقوله في وشك يا عبد. امال ليه انا حاسس انك انت مش بليعنا يا بليغ؟ ما كانش حد وقع ما بيننا لا سمح الله. عبد الله احنا عشرة عمر وفاهمين بعض كويس. من ساعة ما رجعت في السفر وحركاتك مش طبيعية، أنا اللي هسألك في إيه؟ كل خير والله. لو عايزني أثبت لك حسن نيتي وليك شوق في بيت الجمالية أبوظ البيعة من الصبح ولا أخسر أعز أصحابي. لو عايز تثبت لي حسن نيتك بجد لما تعوز مني حاجة تيجي تقولها لي في وشي، ما تلفش وتدور وتطلبها من حد تاني. عدنا العيب يا نصر؟ لا بصراحة عندك العيب. مفيش اوضح من كده يا نصر. حق الله مفيش. معانا زي ما هو. اه ده الراجل مستني. راجل مين؟ ميعاد خصوصي. يلا يا نصر. الله مش صاحبكم اجي معاكوا؟ مش قال لك ميعاد خصوصي، خلي بالك بس من البازار. يلا. ماشي يا عندال. مالك يا محي؟ عملوا فيك ايه ضيوف الغبرة دول؟ ولا حاجة. مش هبيع. ما بيقول لك هيجيبوا امر ازاله. حد يزيل الجمال ده؟ لما يجي وقتها يحلها الحلال. يعني ايه؟ هنبات في الشارع؟ ما تتوقع عيش البلا قبل وقوعه. انت راجل طيب قوي. بس ده مش زمن الطيبين. لا يا صفية. الكلام اللي انت بتقوليه ده غلط. الطيبين موجودين في كل زمان وفي كل مكان. بس الوحشين هم اللي بيظهروا عشان بيلمعوا. لكن ربنا سبحانه وتعالى مع الطيبين اللي زي حالاتنا مش هيسيبنا ابدا. متفائل قوي. فكرتني بعبد الحميد جوز الله يرحمه. الله يرحمه. كان متفائل كده. وبعدين اتخبط وسابني لوحدي. لا لا ما تقوليش كده يا ست صفيه. الاستاذ عبد الحميد جمايله علينا. وخيره علينا، انت كمان جمايلك علينا. معقول هسيبك كده وقت يعني؟ انا مش هتنقل من هنا. لو جه امر ازاله يهدوا المبنى كله على دماغي مش هقوم ابدا مهما حصل. هيعملوها عشان الفلوس يعملوها. الناس نوعين يا صفيه. في نوع لو شم ظهر ايده بيشبع، وفي نوع كرش بقى قدامه مهما كان. يوم بلقاه بقول لك راجل طيب.